جابوا هي جابت بنتها والاخر جابت ولدها، سدوا الدار خرجوا على برا، خل الدري قال لي خرج على برا سير بحالك فهمتي. تمكنوا داز ليام جدروا عليه قالوا لي انت فهمتي ما كاش بلت الوالد ديالك والو شي حشومه. واخا يقول الدري متمني مع هذا الوكيل كلشي نجريو عليه للزنقه راه حشومه. علاش الدراري كيبقاو تشرملوا كيبقاو تشرملوا المشاكل في ساكن وقولين في ساكن تبعدا الصلب في التجزئه ديال الصلب نيش في الشلالات. اه المهم بدا من ما توفوا الوالدين ديالي دخلوا معنا واحد العائله ديال ولدي الوالد الله يرحمه فهمتي. دخلوا بواحد الوجه زوين كدا حنا نتهلاو فيك نتهلاو فيك راه ما غتلقاش من غيرنا حنا نواسيو صافي. ما قلنا ما كاين حتى مشكل سكنوا معايا. بالنسبه للوالدين باش كانوا ماشي مساكن بالغاز الوالده تخنقات بالغاز وشبع الوالد كان ديجا مريض ما كملتش شي 25 يوم ومات الوالد الله يرحمه. المهم دخلوا معايا سكنوا للدار هذوك الناس فهمتي في شكل في الاول عادي تعرف معامل ديال شي واحد فين كيبغي ياخذ داكشي اللي بغى فهمتي. تمكنوا داز ليام جدروا عليه قالوا لي انت فهمتي ما كاش بلت الوالد ديالك والو يعني انت ماشي الابن ما انت ما ماشي الابن ديالو غير مربينه ولكن بوثائق فهمتي داكشي ناضي المعامله كاب المعامله ديالك كاب الابن ك لا كاين المعامله صراحه تهلاو فيا كانوا مهلين فيا والدي الله يرحمه عادي فهمتي. وجات واحد الاستفاده نيت هي هذيك فين استفدنا كيف ما قلت لك نيت. ودابا مني سكنت معاهم هذوك الناس قالوا لي انت مالك والو انت غير مربينك صافي ماما صافي. خرجت للزنقه بديت كنقلب على راسي نيت جيت قلت للخال ديالي قال لي غندفعوا بهم واحد الدعوه نيت. هذوك الناس كانوا في الاول زوينين وفي الاخر خيابوا ما بقاو الناس ولا خرج لك طايطا قال لك انت مالك والو كياخذ الكريدي الباكازا ليه فهمتي. انا ما عندي حتى الحوايج ديالي ما عنديش الكشوبه كنبغي نشتريهم حتى واحد ما كنلقاه كيشتري ليا حابة لا حول ولا قوه. فهمني اخويا راك انت مهما غتخرج للزنقه راه غتقدر دير شحال من حاجه تقدر تشمكر تقدر تكمي وانت عارف الشباب ملي كيخرج للزنقه راه ما كيعرف ما يدير ابني راه شنقول لك اخويا هادشي اللي عطانا الله ما عندنا عطى هاد العائله هادو اخويا جراو عليا تعداو عليا في حق الوالديه الله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي نقول لك انا. حلاوة اللسان ديالهم هما قبل ما يجريو لكم بعد ما جريو كيفاش بداو كيدخلوك؟ فهمت كيبداو غير بالمشاكل انت ما خدامش انت ما هادي قلت لها انا راه باقي كنقرا فين نخدم قالت لي انت خرج قلب على راسك دير اللي بغيتي دير شي حاجه سير سيرها انت بشوي تطورت القضيه ولا كيقول لك اسيدي خرج بحالاتك انت مالك والو ما شفتش ما لقيتش ما ندير طلعت نيت عاد خالي قلت لها عاودت ليها شطرا عليا صافي قال لي غندعيهم صافي. شكون بقى ساكن فيها دابا؟ ساكن فيها واحد ولد عمتي والزوجه ديالو وهي وهما كيمشيو ويجيو هما مسكنين ومسكنين ولادهم وكيمشيو ويجيو بعض المرات. شنو اللي سالكش باش توصل؟ خويا ما نكذبش عليك انا بغيت حق والديا صافي بغيت نعيش واحد العيشه مستوره كيف بحالنا بحال اي شاب باغي يبني المستقبل ديالو من الزيرو هادشي اللي بغيت فهمتي. باقي كنقراو فهمني ما كاين اخويا شي واحد اللي يعطيك شي واحد اللي غيتوسد عليه المهم الله يرحم الوالد تا والله يرحمه شي اللي كاين اخويا. انا خال هاد الدري ياسين كان اخويا والدي تخنقوا بالغاز بجوج وماتوا في شهر واحد ديتهم سبيطار من عبد الله تخنقوا بالغاز ديتهم سبيطار من عبد الله درنا داكشي الشروط ديال دفنا اختي بقى داك المقدس 25 بقى الاب بقى 25 يوم توفى تا هو زاد تا هو مشكل مشى نهار الوفاه ديالهم جاو دخلوا دوك الناس مع العزوم مع العزايا شويه تقلبوا عندنا سفال على استعملوا الدار دخلوا الدار بركوا فيها هو السيد مستفد معاهم الدري استفد معاهم في البرارك ملي كان عايش معاهم في البرارك ملي خرجت لهم استفاده جا بنوا هذيك الدار عطاو باعوا واحد البريط ما بقاو مع الشريك تا هو اللي مشارك معاه تا هو داروا واحد البريط ما بنوها طلعوها واحد نص المكازا صغيره ملي بنوها جاو دخلوا ولاد الناس استغل هذاك جا ولد اختها ولد بنتها جا صور الدار المكازا سكن دار فيها ديك الدوزان ديالو سكنوا في الدار جابوا هي جابت بنتها والاخر جابت ولدها سدوا الدار خرجوا على برا خل الدري قال لي خرج على برا سير بحالك. جا عندي واحد الجار قال لي ودي راه داك الدري حشومه داك الدري ولد اختك اللي مربيه راه في الزنقه كيدير في الزنقه راه غادي يبقى يتشمكر غادي يولي يضرب شلي حوايج. مشيت عنده لقيته قال لي ودي راه جراو عليا مشيت جدته درت واحد الشكايه للوكيل ملي جاتني شي جبت شكايه اللي عطاني واحد النسخه منها جيت لعند جدرميه وقفوا معايا الله يكثر خيرهم دفعونا للمحكمه خرجونا تمديد باش يعاودوا التحقيق في هذا الشيء. وهاد السيد راه كنطالب ليه حقه وهاديك الاستفاده ديال سيدنا
الله ينصرو، بغينا ديك الاستفاده يعطيوها للدريه، راه ما عنده لا اب لا شي واحد، راه ما عنده الله سبحانه وتعالى، والله يهديهم هذوك الناس جاوا ولادهم داخلينهم في الدار وهاد الدري جراو عليه حشومه عليهم، ونطلب الله سبحانه وتعالى يحن عليه في هاد الدري، يخلوا ليه ديك السكينه ديالو يعيش في هذيك الاستفاده ديال سيدنا الله ينصرو. كان معاهم هاد الدري تحصل معاهم في الكاريان، وملي استفاد معاهم هذيك الدوره توا حقه في الاستفاده، راه توا بها بهاد الدري باش استفاد بوه هو اختي، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطيوا هذيك الاستفاده وهذوك الناس راه عندهم السكنه ديالهم، وحده كاينه ساكنه في الصحراء عندها دارها في الصحراء، وحده هي شاريه في دوار باركه في الكاريان، وراه عندها السكنه ديالهم وعندهم وليداتهم وعندهم كل شيء، هذا ما عنده لا اب لا ام، راه حنين. والسلام عليكم، هذا الشيء اللي كنقول انا راه خالو، هذا الشيء اللي عطانا الله والسوق هو هذا، هذه هي في الاسلام راه الانسان يتهلاو في هذا الدري هذا، وهذا الشيء اللي كنطالبوا. ما تهلاو فيه ما تشعلوش. ما تهلاو فيه ما ما كدوا فيه لا كتوبه لا والو، ما كنتش عند الدري كيتجرد، انا اللي مقابل لي هذا الشيء ديال المدرسه كنمشي نشري لي كتوبه لله. انا راه ما عندي لا ما باغي منه الاستفاده لا والو، بغيت الدري ما يضيعش. هذيك الاستفاده ديال سيدنا بغيتها تحول ليه المحيل ديالو تيكبر تا هو ويلقى السكن ديالو. هذوك الناس راه عندهم السكن ديالهم عندهم كل شيء ماشي حشومه. واخا يكون هذا الدري متمني مع هذا الوكيل وكل شيء نجريو عليه للزنقه. راه حشومه. علاش الدراري كيبقاو تشرملوا كيبقاو تشرملوا على المشاكل. راه بحال الدري ما خصوش يضيع، والدري زوين ما كيكمي ما كيشرب ما والو، ولا حول الزنقه ماشي حشومه. وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى السلطات وكل شيء يوقفوا مع هذا السيد هذا، ولا كاين شي محسنين يوقفوا مع هذا الدري هذا، راه الله يستر وصافي. هذا هو اللي كنقولوا، الله يهدينا وصافي. هاد الناس راه تعداو على هذا الدري هذا، هذا هو اللي كاين. شكرا.